أما أهل السنة والجماعة فإنهم على الحق والاعتدال، لا يكفرون صاحب الكبيرة ولا يقولون إنه كامل الإيمان، بل يقولون إنه مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق، مؤمن فاسق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان وهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا يخلد بل يخرج من النار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، جمعوا بين آيات الوعد وآيات الوعيد، فلا يقولون إن المعاصي لا تضر كما تقوله المرجئة، ولا يقولون إنها تكفر كما تقوله الخوارج، وإنما يقولون المعاصي تضر وتنقص الإيمان لكنها لا تخرج صاحبها من الدين. وهم جمعوا بين النصوص، فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة.